السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، القناة اللي كتنتظر المساندة ديالكم بالاشتراكات وكذلك بتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وكذلك للايك ديالكم وليكومنتار. كنتمنى أنكم تشرفوني بالمشاركة ديالكم وبالاشتراكات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا اليوم إن شاء الله غادي نحاول نوضح لكم واحد الأمر مهم جدا، لأنه بزاف ديال ليكومنتار، بزاف ديال الأقاويل خرجات على هذا الأمر هدايا، هو الأمر ديال اللغة الإنجليزية، يعني لونجلي غادي تولي في الإعدادي. شنو كيقصدوا بها؟ بعض الناس خرجوا كيقولوا بانه هذه اللغه الانجليزيه غادي تولي مكان اللغه الفرنسيه في تدريس المواد العلميه، وهذا الشيء خطا. اذا الخرجه ديال السيد فؤاد شفيقي مدير مديريه المناهج بوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه فهمت بشكل غلط، انه قال بان الوزاره ستقوم بتعميم تدريس اللغه الانجليزيه في السلك الاعدادي بسنواته الثلاث، معناها ان اللغه الانجليزيه بدلا من ان لها تولي تقرا غير في التاسعه، غتولي تقرا في الاولى اعدادي يعني السابعه، والثانيه اعدادي يعني الثامنه، وكذلك التاسعه، يعني التلاميذ غيطلعوا من الابتدائي ديريكتومون باش يقراو لونجلي، غادي يبداو يقراو من السبعه لونجلي اللغه الانجليزيه، وذلك خلال الموسم الدراسي المقبل اي الموسم الدراسي 2023 2024. كما ايضا اكد هذا السيد فؤاد شفيقي ان الوزاره اعتمدت هذا القرار ديال بدايه تعميم اللغة الإنجليزية على المستويات ديال الإعدادي، أكد بأنه الهدف هو جعل المتعلم متمكنا من اللغة الإنجليزية خلال السنة الأخيرة من السلك الإعدادي باش ينتقل للسلك الثانوي ويكون متمكن من هذه التعلمات ديال اللغة الإنجليزية، لأنه ممكن أنه يكمل التعلمات ديالو العلمية باللغة الإنجليزية. إذا وبالتالي كخلاصة لهذا الشيء اللي قلناه هو أنه ما كاينش شي تغيير على التدريس ديال المواد العلميه باللغه الفرنسيه، دائما التدريس غادي يكون باللغه الفرنسيه ما كاينش باللغه الانجليزيه، والانجليزيه اللي تكلم عليها مدير المناهج بوزاره التربيه الوطنيه تكلم على الانجليزيه انها غادي تعمم انطلاقا من السنه الاولى اعدادي الى السنه الثانيه اعدادي الى السنه الثالثه اعدادي، قصد انه التلاميذ يطلعوا متمكنين من اللغه الانجليزيه في الثانوي. اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.